السلام عليكم مدرب السياقة بالغازي شعيب. باش يكون الفهم شامل في هذا الدرس من الضروري تشوفوا الجزء الأول. كما قلت في الجزء الأول السيارة إلا كانت مثلا محذورة، يعني ما عندهاش هذاك العلو إما هندسيا أو بالحمولة مثلا في النزول أو في الصعود، هنا في هذه الحالة هذه تتكون مهددة بالاصطدام، يعني غادي تحل ديال الأرض أو تصطدم إلا ما كانش يعني الإتقان في التحكم في السيارة والإحتياط. علاش كاين إشكال في هذا النوع من السيارات؟ لأن في المنتهى النزول ومنتهى الصعود بالخصوص كما قلت لكم في هذا النوع تيكون الإشكال، غادي نوريها لكم دابا في التجربة باش تفهم. كما تشوفوا هذه التجربة هذه في منتهى الصعود، السيارة مثلا السائق في اللحظة ديال في منتهى الصعود إلى ما كانش متحكم في السيارة وما كانش مركز في اللحظة ديال النزول تتكون هذيك الزاوية كما تشوفوا، والسيارة يعني ما عندهاش العلو، مع كتهبط تهبطوا العجلات الأماميين هنا ممكن يحالي أو تصطدم السيارة مع الأرضية يعني الأرض. كذلك في منتهى النزول، في منتهى النزول إلى هبط بسرعة وما كانش متحكم بالسيارة هذاك البارشوك يعني هذاك المصيد اللي في الأمام ديال السيارة وكانت السيارة ما عندهاش العلو، ممكن البارشوك يحادي الأرض أو يقيس يصطدم مع النهاية ديال النزول. عند التقابل مثلا تقابلتي مع الكراج واخطأتي مثلا في الإقلاع أو وقع لك الارتباك في الاحتفاظ مثلا بالنفس، هذاك لو ريتم ديال السيارة، ريتم ديال السيارة باش تطلع بقوة الدفع، في هذه الحالة هذه ما تكملش الصعود. إلا وقع لكم هذا المشكل غادي تقوموا بهذا شوية بارك عليك بيان، يلا رجعي دوري شوية اليسر، شوية قد الرويد بيان. كما شفتوا سترجع السيارة اللور باش تعود الإقلاع باش تحافظ على الريتم، لأن إلا وصلتي حتى الوسط ووقع لك الارتباك وما بقاش لداك النفس وكسيريتي، إذا في هاد اللحظة هذه تدوروا العجلات في فراغ ولا تلقتي لومبرياج راه السيارة ممكن تهرب لك، إذا هذا هو الحل. قديهم ها واحد ها جوج، دابا شوفي الفلاش لي فلاش مزيان حتى كان ليه فوقنا كما الدار نحمل لخدينا ما راه هاي هاي جيت الفيتاس اشنو تيلاقاش شتي البال حجزتي
جيتي طالو سرخيتي شتي الرويد بالضبط يدور ياك اذا خصني نمشي بريتم واحد ان شاء الله يا رب بريتم واحد وما تخافيش هذاك الشيء تنقول لك راه عندك اشكال عارف هذاك هذاك راه عندك مسعدين البلان خاسر من الاول ما عندك لا دير بنتي على حساب الشتاء ولكن ما فكروش الناس اللي عندهم طوموبيلات فورتي خير ديك غير خيفك نفس سير انا غادي معاك سناك ها هو الحسين واخا ترجع اللور واخا ترجع اللور ترجعي باش يكون الانطلاق مزيان يلا طلق دابا الفران وسيري دابا كلاكسون بعيد سير هاتو سير سيري 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 زيد 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 طحي لومبري لا كول دور عليك شوية زيد 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 لومبري فراني باش نحس براسي طلعت الطلعة كان فراني وهذيك هذا هو الاشكال اللي كاين عندك هذا هو اللي قلت لك انا باقي عندي هذه راه ما عندكش فيها حب انت غادي يكون عندك الحب فاش نتمكن فاش نعرف القياس تتميتريزي يعني تتميتريزي الطوموبيل اذا هنا في البدايه هنا غادي نفيتو ديري زيدي قدام دابا طلق زيدي قدام ودوري عندي هنا دوري عندي هنا هو الاول يلا هاد الصالح شويه ما تسيريش دابا خليها تمشي لراسك ديري ديري دوري دير عندك دابا كيما غادي تشوفوا الباب تيختلف من باب لاخر هذا الباب هذا جا في دوره سمعوا اش غادي نقول ليها وقفينا غادي ديري بوز وقفي بعدي على التريتوار بعدي على التريتوار خفتي من هذاك ومشي غادي فراني اش قلت لك انا دابا هنا علاش غنوقف هنا هنا نقول لك علاش غنوقفوا هنا حيت جا هنا هذا الكراج جا في هذا في الدوره وهنا التريتوار بوينتي يعني عنده الزاويه ده مازال ما تحليش الكراج ما تحليش الكراج ديري برون زيد واحد شويه قدام دوري عندي لهنا فراني دوري عندي لهنا مزيان وزكي دابا عاد حلي الكراج نحل آه. كل شيء لا صافي الله يجعل البركه حلي الكراج دابا علاش قلت ليها بوز لان من الاحسن هذيك الوقفة هذيك التوقف اللي درتي بالسيارة تتوضح لك الرؤية وكتضمن بلي راه الطريق خاوية وكتحطات من الراجلي والدراجات في النزول غادي تشوفوا كيفاش غادي تنزل اذا عندك هنا خيارين الخيار الاول وهو مثلا غادي تنزل بوامور بهذه الطريقة اللي غادي نوري لكم في البوامور كتخلي رجليك اليسرية موجودة على لومبرياج والرجل اليمنية على الفران يعني حتى يهبطوا الروايد الأمامين يعني هذوك العجلات يهبطوا في الهبطة في البداية ديال الهبطة هنا كتبقى ضغط على الفران كما غادي تشوفوا في الصورة والرجل غير تتخفف راه تتبان بحال ما محيدهاش وكتبقى تخفف حتى توصل الى منتهى النزول وفي هذه اللحظه تضغط على لومبرياج وكتبدل الفيتاس برومي وكتعاود الاقراع باش تكمل الدخول الى الكراج في حاله فيتاس برومي هنا كتخلي حتى تيهبطوا العجلات الاماميين في بدايه المنحدر وكتبقى ضاغط على لومبرياج ما كتحيدش رجليك على لومبرياج وكتبقى تخفف رجليك على الفران ماشي تتحيد لان ممكن تحيد في هذه اللحظه هذه مع الارتباك او الخوف ما تليديش غادي تضغط على الفران وتهرب لك السياره اذا رجليك تتبقى لاصقه وكتخفف كتنفس غير بشويه حتى المنتهى ديال النزول وكتعاود الاقلاع من جديد باش تكمل الدخول الى الكراج في حاله الخوف والارتباك وحسيتي بلا السياره غادي تهرب لك باش ما نطول عليكم غادي تمشيو للدرس 118 استوعبوه مزيان وهذه التقنيه ديال الدرس 118 هي اللي غادي تستعمل في حاله مثلا ارتبكتي وبغات تهرب لك السياره في النزول اذا كان مثلا عندك السكن وهذاك السكن عندك فيه مرآب يعني تحت ارضي قبل ما نشري السياره
من الاحسن على الاقل نفكر في هذه القضيه هذه، لان قد ما كان العلو ديال السياره ومقبول هذاك العلو مقبول، يعني ما تلقاش مشكله في الصعود ولا في النزول. نصيحه اخيره، الا ما كانتش مثلا في البدايه ديالك ما تعرفش تحرك رجليك بطريقه منتظمه وسلسه على الدواسات، بعدوا على هذا المرآب هذا حتى تتمكنوا مزيان وتولي يعني تتحكم في السياره، عن في الاخير ممكن تولي تطلع بسلاسه. اذا الا بغيت تعرف كيفاش نتعامل مع الميكانيزم يعني ديال الدواسات، راه فصلت فيهم في الدرس جوج. غادي تكملوا الدرس مع هذه المتدربه في الدخول، واللي بغى يكون عنده الفهم الشامل دخلوا الجزء الاول. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الشريف راه تنصور الله يخليك. دوري صافي كيما قلت لك، عندك احتمال الاول تهبطيها بوامور ياك، لقيت لعبي الفران ولا لقيت بركع لومبريج، اختاري زيد 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 رد عليك فراني هو الكراج مقلت معاك شتي؟ قاد الرويد دابا، دابا غادي تدخلي نيشان ما عندك حتى اشكال دابا، واش التليفون هذاك الشدر ما تنحملهاش، هذيك تتخلي الانسان طوطه تقدر. زيد 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 ما تخافش من حتى حاجه، دابا شويه دابا خلاك انت غادي تطلق الفرن، دوري عندك شويه دابا تقدر سير ديك العبي دابا زير ديك العبي ديك الفرن صافي خليها ما تصير حسن جدا. انا ليسونسيل انك